السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة والتي سوف نشرح من خلالها كيف نقوم بإرسال رسالة إلى جميع الأصدقاء على الفيسبوك. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. جيد، فكما نعلم إخواني الكرام، فهذه الميزة لم تكن متوفرة في الحسابات القديمة على الفيسبوك أو في الشكل أو في نظام فيسبوك القديم. في هذا النظام الجديد أصبحت هذه الميزة متوفرة، والتي سوف نشرحها إن شاء الله خلال هذه الحلقة، والتي من خلالها يمكنك أن تقوم بإرسال رسالة إلى جميع الأصدقاء على الفيسبوك. فبعض الأحيان تحتاج إلى إرسال رسالة إلى بعض الأصدقاء، خاصة في المناسبات، أو لديك مناسبة معينة، أو لديك استفسار، أو لديك مجموعة من التفاصيل، أو تريد أن تقوم بنشر مثلا رابط موقع خاص بك إن كنت مدون، أو تريد أن تقوم بنشر رابط من أجل الحصول على لايكات، أو تريد نشر مجموعة تريد أن تقوم بالحصول على أصدقاء من خلال هذه المجموعات، أو تريد أن تقوم بفعل مجموعة من الأشياء من خلال هذه الرسالة التي تريد أن تقوم بإرسالها إلى الأصدقاء. فهذه الميزة كما قلت لكم لم تكن متوفرة في النظام القديم، لكن في النظام الجديد فهذه الميزة متوفرة. فإذا لاحظتم فالشكل العام للفيسبوك فتغير بشكل كامل كما شرحنا في العديد من الحلقات، لكن كما قلت لكم الميزة الرائعة جدا والتي يمكنك أن تقوم بإرسال رسالة إلى جميع الأصدقاء بطريقة سهلة جدا. إذن كيف سوف نقوم بهذه العملية؟ فالعملية بسيطة جدا، سوف تقوم بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك كما يظهر هنا، بعد ذلك تتوجه إلى شريط الدردشة من خلال هذا الخيار جهة الاتصال، تنقر على رسالة جديدة بهذا الشكل، على هذه الأيقونة تقوم بالنقر عليها بهذا الشكل، سوف يظهر لك رسالة جديدة. يعني هنا سوف تقوم باختيار أصدقاء، مثلا سوف نختار صديق معين، فقط اكتب الحرف الأول سوف يعطيك الأصدقاء الذي تتوفر عليهم. مثلا أنا لدي مجموعة من الأصدقاء، سوف أختار بين هؤلاء الأصدقاء لأن هذا الحساب فهو ليس بحسابي الرسمي، لكن توفر على بعض الأصدقاء على هذا الشكل. ثم تبحث عن صديق آخر مثلا فليس بحساب الرسمي الخاص بي، لكن هناك هكذا إخواني الكرام حتى تقوم بكتابة الصديق الذي الأصدقاء الذي تريد أن تقوم بإرسالهم رسالة. تقوم بجمع هنا مجموعة من الأصدقاء بهذه الطريقة كما تلاحظون معي، تختار. فكما قلت لكم فأنا هذا الحساب ليس بالحساب الرسمي، لكن أنا كما قلت لكم استخدمه في الشروحات ومجموعة من التفاصيل الأخرى على هذا الشكل، حتى تقوم باختيار الأصدقاء الذي قمت بتحديدهم على وجه الخصوص. بعد ذلك تقوم بكتابة الرسالة هنا، مثلا أنا سوف أقوم بكتابة هذا باللغة البرتغالية، ثم ننتظر. لاحظوا معي هنا تم إرسال الرسالة، لاحظوا معي هنا الأشخاص الآخرين، لاحظوا هذه هي الرسالة التي قمنا بإرسالها. إذا عدنا إلى على سبيل المثال إلى شريط خاص بالدردشة على سبيل المثال، هنا الموقع خاص بالرسائل أو جهة الرسائل، لاحظوا معي هنا هذه هم الأصدقاء الذي قمت بإرسال لهم الرسالة. لاحظوا معي هنا هذه الأصدقاء تلقوا الرسالة على سبيل المثال، هنا قمت بإرسال رسالة هنا مجموعة من الأشخاص. إذا لاحظتم معي هنا هذه أسماء الأشخاص الذي قمنا بإرسال لهم كما قلنا تخصيص الدردشة، خيار مجموعات، خيار غيرها من التفاصيل. هنا كما قلت لكم هذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإرسال مجموعة من الرسائل إلى الأصدقاء على الفيسبوك بطريقة جماعية أو بطريقة سهلة جدا إن صح التعبير. وبهذه الخاصية كما قلت لكم يمكن هذه الطريقة سوف تساعدك كثيرا على نشر الرسائل الخاصة بك، خاصة إن كنت تريد أن تقوم بإرسال مجموعة من الرسائل. فالعملية بسيطة كما قلنا،
الطريقة الثانية يمكنك أن تقوم بالتوجه إلى الرسائل باختيار إحدى الأصدقاء على هذا الشكل، ثم تختارون فتح صفحة جديدة. بعد ذلك سوف يتم توجيهك إلى صفحة الخاصة بالرسائل أو صفحة الخاصة بالدردشة الخاصة بالرسائل، وبعد ذلك سوف تقوم باتباع الخطوات التي سوف أشرحها لك، ويمكنك من خلالها أن تقوم بإرسال كما قلت دفعة أو إرسال رسالة إلى جميع الأصدقاء. لاحظوا معي هنا، هذا هي شريط خاص بالدردشة، أو هذا هو الصفحة الخاصة بالدردشة كما تلاحظون معي هنا الدردشة. هنا سوف تختار هذا الخيار، تقوم بالنقر عليه بهذا الشكل، سوف يفتح معك هذا الشريط. الآن سوف تختار الأصدقاء الذي تريد أن تقوم بإرسال لهم الرسالة. مثلا على سبيل المثال أنا سوف أقوم بكتابة الأصدقاء، سوف تقوم بكتابة الحرف الأولى من الاسم، سوف يعطيك بعد ذلك الأصدقاء. كما تلاحظون معي هنا يمكنك أن تقوم بكتابة فقط الاسم أو كلمة الأولى من الاسم، سوف يعطيك مباشرة الاسم الخاص به. كما تلاحظون فالعملية سهلة 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 جدا. هنا سوف تقوم باختيار قائمة من الأصدقاء الذي تتوفر عليهم على الفيسبوك، وبعد ذلك ترسل لهم رسالة جماعية لكل هؤلاء الأصدقاء. فأنا لا أتذكر بعض، أنا فقط أريد أن أقوم بتجريب على بعض الأصدقاء هنا، فلدي العديد العديد. فكما قلت لكم هذا الحساب فهو ليس بحساب الرسمي الخاص بي، فقط أنا أقوم بتجريب حتى أريكم العملية لكي تقومون بتجريبها على حساباتكم على هذا الشكل. سوف يعطيك هنا تختار، كما تلاحظون معي هنا لاحظوا معي هنا العديد العديد من الأصدقاء. الآن نأتي إلى هنا نختار الرسالة التي نريد أن نرسلها، مثلا نختار بونيتا على سبيل المثال، وبهذه الطريقة ننقر على إرسال. لاحظوا معي هنا الأصدقاء الذي قمنا بإرسال لهم الرسالة كما تلاحظون ليلى سعيدة. لاحظوا معي هنا هذا الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، كما تلاحظون. بهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بإرسال رسالة إلى كل الأصدقاء بطريقة سهلة جدا. يمكنك أيضا أن تقوم بالتواصل معهم من خلال الفيديو أو من خلال المكالمة، إجراء مكالمة صوتية أو من خلال كما قلنا إجراء مكالمة فيديو. هذه الطريقة سهلة جدا، حتى إن كنت تتوفر على مجموعة يمكنك أن تقوم بهذه الخطوة. هنا لديك مجموعة من الإعدادات الخاصة بالدردشة إذا لاحظتم معي هنا، فالعملية كما قلت لكم سهلة جدا. أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسى دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.